اش بان ليكم فطور سريع دغيا كيوجد مقادير بسيطه متواجده في اي منزل وكيبغيوه الوليدات الصغار والكبار. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير حتى الاخير. نبداو على بركه الله. اول حاجه كنحتاجوها هي كاس ديال الحليب، وغنزيدو معاهم بيضه كامله 7 غرام 8 غرام ديال نكهه الفاني، جوج معالق ديال السكر. غنحركو جيدا وغنزيدو 8 غرام ديال الخميره الكيماويه وكاس ونص ديال الدقيق. كنحركو مزيان حتى كتجانس لينا المكونات، وكنزيدو معلقه ديال الزبده مذابه. كنحركو مزيان حتى كيتجانسو عاوتاني المكونات صافي، وكنبداو نطيبوهم. راه الطياب ديالهم ساهل دغيا كيوجدوا، كنديرهم في قراعي باش تسهل لينا اننا نديرو دوائر صغيره بحال هكا. غندير دوائر صغيره وكندير كذلك دوائر شويه كبيره. هاد الصغار غنلصقهم مع بعضياتهم والكبار غنخليهم بحال هكاك. بغيتو ما ديروش في القراعه تقدروا تستعملوا عين المغرفه، انا عي باش يجيوني مقادين. صافي كنكمل بحال هكا بهاد الطريقه حتى كنسالي الكميه ديالي كامله. وكما كتشوفوا راه دغيا كيوجدوا الصغار، لصقتهم مع بعضياتهم بالشوكولا ديال الدهن، واللي كبيرين شويه خليتهم بحال هكاك. تقدروا ديروهم بالعسل، تقدروا تخليهم عاديين، المهم راه كيجيو صراحه زوينين ولدات، كيعجبوا الوليدات الصغار بزاف. تقدروا ديرهم لهم الفطور او الكوتي على حسب الاختيار ديالكم. الى اللقاء.